ولك الشيء ده نصحته اي معناه صفيته من الشر، خليته صافي نظيف. شكر رب العزة والجلال قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة زي ما في التفسير، وتوبة صافية ما فيها شوائب الرياء والدنيا، وإنما لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لمن أنحنا النصيحة نقول لمنو ونتعامل بها مع منو، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ما هي من التصفية، يعني أنت تعبد الله وتخلص له العبادة. لما أنت تتعلم الدين تتعلم عشان ترضي الله سبحانه وتعالى، وتتعلم عشان تعرف الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. لما تعمل تعبد الله، تصدق، تصلي، تعمل أعمال الخير، تبر الوالدين، تصل الأرحام، تقوم بالليل تركع، أنت لما تعمل أعمال الخير دي تعمل لله خالصة، مخلص لله، كذي تنصحت لله. إذا أردت أن تنصح لله فإنك لا تعبد غيره، لأن الزول العبد غير الله ده ما صفه، ده ما نصح، ده نجس. قال تعالى: إنما المشركون نجس، دي من النجاسة أن يعبد العبد غير الله سبحانه وتعالى. والموضوع ده أهم شيء تنصح به المسلمين، أن تدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والموضوع ده للأسف في ناس الآن اتبنوا الحرب عليه، في ناس عديل دارين يحاربوا النصح لله تعالى. إذا قمت في مسجد من المساجد قلت للناس: يا ناس السلام عليكم، عليكم السلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، بعد قلت لهم: يا ناس الله قال في القرآن: وقضى ربك، قضى يعني حكم وشرع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا ناس الله حكم وشرع إنه ما تعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى، ما تصرفوا العبادة لغيري، البصلي يصلي لله، والبصوم يصوم لله تعالى، والبصدق ما عشان يشكروا فلان كريم والفي يده ما حقته، لا، وإنما يفعل الفعل لله سبحانه وتعالى. والبدع اسأل الله وحده لا شريك له، اترت دار تقع اي عربية دار تنقلب اي جات كربة من الكربات اي تخلص العبادة لله في الرخاء والشدة، تنادي الله براو: يا رب نجيني. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. جو ناس علموا أولادنا وبناتنا ونساوينا وبعض الناس الكبار، حاولوا يعلمون الشرك بالله تعالى باسم التوسل وباسم محبة الصالحين وباسم الولاية وباسم إلى آخره، من الأشياء التي يذكرونها ويخدعون بها الناس. يقول لك تنادي الشيوخ: يا فلان ألحقنا، ويا فلان أفزعنا، وننده فلان في الشدائد. إذا قلت له الكلام ده مخالف للنصح لله تعالى، انت خلي دينك لله صافي، تمش لبراه وما تمش لغيره. يقول لك انتوا بتنكروا التوسل، ما بننكر التوسل، اكيد التوسل ده من الوسيلة، زول بيتخذ وسيلة، زول جيعان دار يشبع، وسيلته الأكل دي الوسيلة، كذي عطشان دار يروى، وسيلته إنه يشرب موية، زول دار له حاجة من الله يتوسل لي الله، يعني يقول له: يا الله أنا صليت لك، لو صلاتي دي تقبلتها أديني الشيء الفلاني، يعني يتوسل لي الله بالعبادة دي. شكر رب العزة والجلال قال: وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة القربة، والوسيلة
أي توسلوا إلي بطاعته، كما قال قتادة رحمه الله في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أيضا ما في وسيلة تقول يا فلان ألحقنا، لأن التوسل ثلاثة حاجات والدعاء حاجتين أو شيئان. الدعاء أنت بتدعو، أنت داعي، وفي مدعو، المدعو الله سبحانه وتعالى. أنت الموضوع ده أفهمه كويس عشان نمشي لغيره، أنا ما داري أعقده لك. في فرق مما يقول لك توسل، قول لي التوسل فيه ثلاثة حاجات، ثلاثة أشياء، دي اللفظة المضبوط، ثلاثة أشياء. والدعاء فيه شيئان، الدعاء داعي ومدعو. يا رب اديني جنة، أنا كذي داعي. المدعو الله سبحانه وتعالى. التوسل فيه ثلاثة أشياء، يا الله بصلاتي دي اديني الجنة. أنت متوسل والمتوسل إليه الله تعالى، والوسيلة شنو؟ الصلاة. يا رب بصلاتي اديني جنة. أنت متوسل، المتوسل إليه الله تعالى، الوسيلة الصلاة. زول قال يا شيخ فلان الحقنا، ده ثلاثة في ثلاثة أشياء ولا في اثنين؟ قال يا شيخ فلان الحقنا، أقول أنا متوسل، المتوسل إليه منه؟ شيخ فلان الوسيلة وينه؟ أنت قلت يا فلان الحقنا، وين الوسيلة؟ عندنا عارفة فيه، يبقى ده ما توسل، ده دعاء راسه عديل كذا، يا فلان الحقنا. وما يغشك يقول لك أنا بقول يا فلان وأنا قصدي الله، ده كذب. هسه أنا طاق تدي شال أخونا ده عمنا ده أكابس بتاع الدكان، أقول له جيب الطاقية، أنا عيني لا الطاقية عين فلان، ما مش لي عديل اديني طاقتي. أنت الجنة بدي منه الله، الشيخ ده تدخله شنو؟ أنت ما تمش لا الله عديل طاقتك دي مش، ما تمش لا الله عديل. أنت قروش الرزق بدي منه الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الشيخ اتدخلوا في الموضوع ده شو؟ والله أقول لك يا مولانا ما نحن وسخانين وده نظيف، قال لك منه نظيف؟ ده معصوم ولا بيخطئ؟ والله أقول لك بيخطئ لكن تاب. أها تاب سد باب التوبة وراوي تمتوب، أنت التوبة ده ما بابه مفتوح، دي بابه مفتوح، أنت ما تخش في الباب ده. ناس عينه اللي باب مفتوح بين المشرق والمغرب، تخليه وما تخش فيه، تقابض في فلان وعلان. فشكر رب العزة والجلال الموضوع ده حسمه زمان، إذا صح التعبير الموضوع ده زمان قضى فيه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية ده نهي، شيئا نكرة في اللغة، يعني شيء، يعني أي شيء للعموم. يعني لو قلت يا الله ويا جبريل انت اشركت بالله، جبريل فيه كلام ما فيه كلام ملك، لكن انت مهم تقول يا الله نجيني، انت ناديت واحد واحدا يا الله ويا جبريل، كدي واحد ولا اثنين؟ اثنين. يا الله ويا شيخ فلان واحد ولا اثنين؟ اثنين. ده توحيد، توحيد ده يا الله اديني كدي واحد، يا الله ويا الفقرة ده توحيد برضو، ده ما توحيد. فلذلك الموضوع ده طويل جدا، فالنصح لله بالإخلاص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدعاة ديل الليلة فتحوا لهم قنوات وإذاعات ويدخلون في الجامعات، يدرسوا في الجامعات شغالين. واحد يقول غير الله بنزل المطر، عديل ده اسمه صلاح الدين بدوي الخنجر، قال غير الله بنزل المطر. لما في واحد من اخواننا اسمه علي محجوب، لما في بحري الكلام ده ذكروا لي يوم الجمعة امس، يوم الخميس اول امس، لما فيه وبعدين في بحري قال لي السلام عليكم يا الخنجر، قال لي انا بس دقست صافحته الله يغفر لي، قلت له المهم. بعدين قال صافحته قلت له يا
الشيخ يا الخنجر ما شيخ ولا إيش. المهم قال قلت له أنا دار أنصحك. قال لي تفضل. قال قلت له توب لي الله وأرجع لي ربك سبحانه وتعالى، غير الله بدي المطر بنزل المطر، وما قال الشيوخ عندنا في السودان بدوا المطر، والمطر بحسب الطلب. قال يكون في سرابتين في حواشتين بينات تقنط أو ترس، قال فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل المطر منها هنا، والسبب إنه ديل دفعوا البياض. قال ديل دفعوا البياض بتجيهم مطرة، ديلك ما دفعوا البياض ما بتجيهم مطرة. الكلام ده بخش راس مسلم. قال قلت له يا أخي اديني دليل واحد إنه غير الله بنزل المطر، بس دليل واحد. قال لي حافظ سورة الفاتحة كذا اقرأ صح. قال قلت له هذا ما موضوعنا، خليها الفاتحة، فاتحة دي ما عارفها وأي زول بعرفها، جيب دليل على إنه غير الله بينزل المطر. أبا قال مشيت وراه قلت له يا ضال يا مجرم يا شنو، مشى الكلام حرقه ما بعرفه جابه راجع شنو. قال جاء تاني بالعربية مشى بعد مسافة ركب عربيته جاء نزل القزاز، ويا بتاع الفاتحة. قال لي ويا بتاع الفاتحة. قال قلت له مش يا ضال يا مجرم يا مبتدع يا شنو، غر مشى بقى مارق والله الذي لا إله غيره. قال لي قلت للجماعة المعاي شايفين ده، هاي ده أكبر مجرم في السودان. انتوا قالين المجرم الزول بيطفر الحيطة بس، والمجرم اللي بيبيع موبايلات ظاهرة سمحة وباطنة فيها لخبطة، المجرم ده اللي بيضيع الدين أول شيء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدات كثيرة خالدون. فلذلك النصح لله أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ومن السمين المجلس ذا لما تلاقي الله لو دار تقدم نصيحة عشان الناس يشكروك ما تقدمه، ما تدعب لسانك ده احفظه ما تدعب ذاته والله الذي لا إله غيره. ما أول شيء أخلص لله بعد ذاك قدمه، ما تثبطك الشيطان. لو دار تصلي عشان الناس تشكرك علامة الصلاة في وجهه والزول ده ما بفارق المسجد وحمامة المسجد تعبان سايته. لو بتصدق عشان يشكروك ما في فايدة. لو بتصرف نوع من العبادة لغير الله في الشدائد بتنادي الشيوخ يا الحسن من المحن واتبدر من الفقر وفي العلفون الأسرع من التلفون والحقونا وافزعونا، أي ما عندك شيء تعبان سايب. يوم القيامة الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا، تفتح الشباك الصباح بدري شمس طلعت، الشباك ده الشمس بتخش تلقى حاجات زي النمل كذي، تلقاها في الشباك حاجات زي النمل من الشمس، بس عملك يوم القيامة شتت كذي تمسكها وتتمسك لك ما في شيء. فجعلناه هباء منثورا. فلذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى والنصح لله. النصح لكتابي تقرأ القرآن وتعمل بما فيه من الأحكام وتصدق ما فيه من الأخبار إلى آخره. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وباتباعه وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. المهم أنت تخلص وتنصح النصح لأئمة المسلمين، يعني الناس اللي بيقودوا المسلمين من الحكام والعلماء. وديل نصيحتنا الحكام في السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. السنة لابن أبي عاصم والمسند وإلى آخره من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. النصح للعلماء، العالم أخطأ في الملأ لا بد من البيان في الملأ، أخطأ في الخلاء يناصح في الخلاء، ده كلام واضح جدا ده بالنسبة للعلماء. النصح لعامة المسلمين وأختم بهذا الكلام وهم
عوام المسلمين كأمثالنا. نحن الآن ما من عوام المسلمين، لا حكام لا علماء، ناس من عوام المسلمين. فدير تنصح لهم بإعانتهم في الخير حتى في أمور الدنيا، تعاون وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعدم غشهم. ما تغش المسلمين، وإنما تنصح لهم فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تخش المساجد تبلغ الدعوة، والله الذي لا إله غيره. يا أخ في ناس كتار لافين في الدنيا دي ما عارفين خلقون لشنو وعايشين عشان شنو وحياتهم دي بعدين مصيرهم شنو، لافين بس والله أكل وشراب وإلى آخر حياتهم ماشية كذي بس. بعدين لما يجي الموت واحد يتهجم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي ناس فيهم خير بيجون ناس بيضللون، تلقى الزول بحب الدين وبحب أهل الدين يلموا فيهم الناس يضللون. واحد تلقاه يخش بعض المناطق يفرش له شوال ويجيب له كم حطبات يخدها ويجيب له برطمانية يرمي فيها كم حاجة كذي، بعدين وسبح وكشاكيش، بعد ذاك المرض دار جنة أبويا الشيخ دار جنة دار جنة، ولا عيان أبويا الشيخ كذا شوف لي الموضوع ده، والدار سافر أبويا الشيخ شوف لي. دل بيضللون بيجاي، والله الذي لا إله غيره. فأنت واجب الواجب عليك تنصح للمسلمين، تخش المساجد دي تبلغ دعوة الله، وبر المساجد تبلغ برضو. صيوان بتاع عرس الناس يتكلموا، بدأ يتكلموا في الكورة وهلال ومريخ وغلبوا وغلبناكم، ولا يتكلموا في أشياء فارغة ساي ما عندها موضوع، يتكلم في الدين. بل بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وانشرها بين الخلق. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقدم الشيخ إن شاء الله آداب، بكرة آداب إن شاء الله. تفضل.